جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: ما السبيل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى والهداية إلى الصراط المستقيم؟ نرجو إرشادنا جزاكم الله خيرا. السبيل إلى القرب إلى الله جل وعلا يكون بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالسبيل إلى القرب إلى الله جل وعلا يكون بطاعته واتباع أوامره وترك نواهيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا سبيل إلى القرب إلى الله إلا بذلك. وكذلك الهداية، الهداية سببها الطاعة والاتباع والانقياد ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة العمل الصالح. وكذلك من أسباب الهداية تدبر القرآن والعمل به والإكثار من تلاوته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله جل وعلا أخبر أن من اتبع هداه أنه يهديه، ومن طلب منه الهداية فإنه يهديه. قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.